السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. مكملين كلامنا في كورس الباسة ديزاين، معاكم باشمهندسه نورهان هشام من هندسه القاهره. النهارده هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على ديزاين اوف اوبننجز اللي هي البايبس اند مان هولز. ببساطه هي ده الديزاين بتاع اي فتحه موجوده في الجهاز. احنا كل ده بنتكلم على الديزاين بتاع ان احنا ازاي لاي فيسل نعرف نحسب الثيكنس ونعرف نعمل ديزاين للسبورت. بس هو الجهاز مش مصمت كده، يعني ما هوش عباره عن بس وايا كان شكل السبورت عامل ازاي وماسك بيرنج بليت وخلاص. الجهاز لازم يكون فيه فتحات، الفتحات زي يا اما فتحه بتدخل فيد ماسوره كده داخله، يا اما فتحه بيخرج منها برودكت، سواء بيطلع برودكت على طول للتخزين او بيطلع مثلا حاجه تروح على كوندنسر لو هو مثلا ده ديستليشن تاور، ترجع بايب تاني تخش هنا. لازم يكون فيه فتحه مان هول للتنظيف، بتبقى فتحه مقفوله والجهاز شغال بس بتفتح وقت الصيانه. فاحنا لازم نتكلم على الديزاين بتاع البايبس دي، الدايمترز بتاعتها وعلاقتها ايه بالجهاز، سواء كانت هي الفتحة دي عبارة عن ماسورة بتدخل فيد او بتطلع برودكت، او كانت عبارة عن مان هول، لان هما بيشتركوا في نفس في اغلب حاجات الديزاين. فاحنا في البايبس اند مان هولز دي بنعمل ديزاين لشوية حاجات. الحاجات دي ببساطة هو ديزاين البايب نفسها او ممكن نسميها النك. بنعمل ديزاين للجاسكت اللي هي الوردة او الحاجة زي كده بالظبط، جلدة الحنفية عشان ميبقاش متل في متل فيحصل فريكشن عالي. بنشوف الفلانجة، الفلانجة دي اللي احنا بنربط فيها المسامير علشان نربط الماسورة في التانية او نربط الماسورة في الغطا زي ما هنشوف دلوقتي. وبنعمل ديزاين كمان لرينفورسمنت رينج، رينج دي بنحتاجها لو الفتحة بتاعتك كانت اكبر من 2 انش. وفي حالة المانهول فقط بنعمل ديزاين للفلات كوفر. فهم دول الستة ايتمز الماكسيمم اللي هيكون موجودين في اي فتحة. اي فتحة عشان تبقى موجودة محتاجة على الاقل الاربعة دول، انها يكون في ماسورة اصلا، وبعدين الماسورة دي بتكون في بعدها جاسكت وفلانجة وانكور بولتس، سواء هيبقى زي الرسمة دي كده بتربط ماسورة في ماسورة، لان المواسير لو اطولها طويلة عمرها ما بتبقى مثلا اي 6 متر، مثلا كل متر او 2 متر بالكتير بيكون في مكان واصله بالماسوره اللي بعدها. فلازم تبقى يا ماسوره ماسكه في ماسوره، فعندك فلانجه ماسكه في فلانجه وبينهم جاسكت مربوطين بمسامير، يا اما ماسوره مقفوله بغطا زي الفلات كوفر كده في حاله المان هول. ولو الماسوره دي كانت فتحتها او الفتحه دي عامه كانت اكتر من 2 انش بحتاج اعمل لها رينفورسمنت رينج عشان تدعمها عشان ما يحصلش فيها مشكله. فزي ما اتفقنا اي بايب او اي مانهول فيها الاربعه دول، الاثنين التانيين دول على حسب كيس باي كيس زي ما هنشوف دلوقتي. كويس، فدي حاجه مهمه، لان انا لو بعمل في ميكانيكال ديزاين في المشروع التخرج بتاعي او بعد ما اشتغل ان شاء الله واحتجت اعمل اي حاجه اصممها او انفذها، لازم اخد في اعتباري الفتحات دي عامله ازاي. اول حاجه هنفكر فيها الدايمتر بتاع الفتحات دي عامل ازاي. دلوقتي انا عندي ماسوره مثلا مدخله فيد او ماسوره مطلعه برودكت، فالمواسير دي انا هجيب لها دايمتر منين؟ هعرفه ازاي؟ فعشان نعرف حاجة زي كده، احنا غالبا مش هنتعرض لها في مسائل البسل، بس مهم ان احنا نفتكرها. هنرجع تاني للكونتينيوتي ايكويشن، ان انا اي ستريم معدي عندي ما دام انا عملت ديزاين فانا اكيد عارف الماس بالانس بتاعه وعارف الكونديشنز بتاعته وعارف الفوليومتريك فلو ريت بتاعه متر مكعب ثانية. فاي فوليومتريك فلو ريت للفلويد معدي عبارة عن اريا فيلوسيتي. طيب الفيلوسيتي دي يحتمل يكون الفلويد ده جاز او ليكويد. لو ليكويد غالبا هيكون جاي لك من بامب او ماشي فورسد فلو، في حاجة بتدفعه بتديله انرجي زيادة، فممكن ساعتها نفرض السرعة بتاعته من 1 إلى 3 متر في الثانية. فبناء عليه لو انا عارف الكيو وعارف الفيلوسيتي هعرف اجيب الاريا انها باي على 4 دي انسايد سكوير، فبقى عندي الانسايد دايمتر بتاع الماسورة دي. لو بنتكلم على غازات، فالغازات سرعتها اعلى بكتير، ممكن ناخدها من 30 إلى 100 متر في الثانية، برضه نفس القصة، انا عارف الفوليومتريك فلو ريت طبعا عند التمبرتشر والبريشر بتوعي، وفرضت الفيلوسيتي مثلا ب50 أو ب60 متر في الثانية، يبقى انا هعرف احسب الاريا، الاريا دي هي باي على 4 دي انسايد سكوير. فده لو بتكلم على بايب دي ماشي فيها اي فلويد. لو بتكلم على مان هول، فالدايمتر بتاعها عاده بيبقى من 70 إلى 80 سنتي، بحيث انها فتحه تكفي بني ادم رفيع يدخل هو يقوم باعمال الصيانه والتنظيف. عاده في مسائل الفيسل بتبقى الدايمتر بتاع البايبس جيفن، والمان هولز انت خلاص بتبقى تعرف تفرضها، بس زي ما بقول لكم ده عشان المستقبل او عشان المشاريع تبقى عارف تفرض او تحسب الدايمتر ده ازاي،
بحيث يبقى هي دي البداية. احنا اتفقنا في الفيسل ديزاين المفروض ان انا ببتدي فيسل ديزاين وانا عارف الدايمتر ده، ده يعتبر بالنسبة لي بيزك ديزاين. طيب لو انا عرفت الدايمتر ده، امال انت ليه كاتبه لنا ان احنا هنعمل ديزاين للنك او للبايب؟ خلينا برضو نتفق ان كلمة نك هي نفسها كلمة اوبننج، هي نفسها كلمة بايب، هي نفسها كلمة هول، نفس الحاجة كلهم عن بعض. فانا لو عارف الراديوس بتاع البايب او المان هول، او خلاص عرفت احسب الدايمتر بتاعها ايا كان جبته منين، فانا محتاجة احسب لها ثيكنس، لان دي في الاخر عبارة عن ماسورة انا بشتريها. كويس، فالثيكنس بتاع البايب او المان هول ده عبارة عن ايه؟ لو انا بتكلم طبعا عن ده الانترنال بريشر، هو البي دي جوين اللي هو 1.1 في ماكسيمم، في الار انسايد اللي هو الراديوس بتاع البايب او المان هول ده بالانش، على السيجما الاوبل بتاعه الماتيريال في كونستراكشن، في الويلدنج افشنسي ناقص 0.6 في البي ديزاين بلس سي. لو ركزتوا شويه هتلاقوا ان هو ده بالظبط نفس القانون بتاع ديزاين اوف فيسلز اندر انترنال بريشر عادي، بس انا هنا بطلع منه التخانه بتاعه الماسوره. التخانه هنا مش بتبقى رقم على 16، تتساب زي ما هي، زي ما تطلع بالرقم ايا كان طلع كام انش. ليه بقى؟ لان احنا اصلا لما بنيجي نشتري الماسوره دي المفروض ان احنا بنعرفها بالنومينال دايمتر وبشيدول نمبر. كويس، فانت هنا اوريدي معاك الانسايد ريديوس لو انت عندك خلاص موجود. طيب فلما بتحسب الثيكنس من هنا المفروض ترجع بقى تاني تبص بقى فين، تبص على الجدول بتاع الدايمترز لو انت بتشتريها فعلا، يعني ترجع تبص على التيبل بتاع الدايمترز مع شيدول نمبر اللي احنا كنا عدينا عليه قبل كده في الشورت فاسل اهو. فهتشوف الانسايد دايمتر بتاعك اللي انت عايزه ده كان كام، والاوتسايد كام، اقرب حاجه له، طبعا بنزود ما بنقصش. فهشوف الانسايد دايمتر بكام، مثلا لو طلع انسايد دايمتر في حدود ال 0.3 والاوتسايد دايمتر في حدود ال 0.5، يبقى انا مثلا عايز ماسوره النومينال دايمتر بتاعها ربع انش عند شيدول 80 او شيدول 40 او ايا كان. لما تنزل تشتري هتقول له انا عايز ماسوره نومينال دايمتر كام وشيدول نمبر كام. فدي الفكره، فانا بحسب الثيكنس وارجع اشيك ايه، اشوف من هنا هشتري الماسوره دي عامله ازاي. فمش محتاجه اخليه رقم على 16 لان هو مش شيت ستيل بيتلني ويتلحم، هو ماسوره، فالماسوره ليها ستاندرد مختلف. جميل، فانا هنا بطلع ثيكنس النك واشوف الرقم ده كام. طبعا احنا في الامتحان بنقف عند الرقم بس، لكن انت لو بتكمل هتروح تشوف بقى النومينال دايمتر كام وشيدول نمبر كام وتشتري. احنا هنكمل في القوانين كلها اندر انترنال، وفي الاخر الاكسترنال فيها فروقات بسيطه، فلما نخلص هنبقى نعدي عليهم حاجه حاجه. فدلوقتي انا جبت الثيكنس بتاع ايه، بتاع النك. يبقى دي كانت اول حاجه زي ما قلنا، لو انت البايب ده ما عندك الدايمتر بتاعها او عرفت تحسبه كان بيها. لو مان هول بناخد الراديوس من 70 ل 80 سنتي، يعني الراديوس من 35 الى ايه 40 سنتي. دي اول حاجه. طيب تاني حاجه بقى اللي هي الجاسكت. الجاسكت دي مين الجاسكت؟ الجاسكت دي اللي هي دي الحاجه السوداء اللي هنا دي، اللي هي الورده او الجلده، او بالظبط لو بصيت على حنفيه المايه اللي عندكم في البيت هتلاقي ان فيها جلده كده، لو الجلده دي فوتت بتلاقي المايه سربت. دي بتتحط عشان ما يحصلش ليك الفلويد، ما يحصلش ما يسربش بين الفلانجات وبعضها، وعشان ما الفريكشن العالي ما ايه يبقاش متل في متل يعني يعمل مشاكل. طيب الجاسكت دي خلينا نتفق برضو ان اي انسايد دايمتر في موضوع الاوبننجز ده هو الانسايد دايمتر بتاع البايب، لان الجاسكت دي الانسايد دايمتر بتاعها ده هو اللي راكب على الماسوره، فلازم يبقى قده، عشان هو لو اوسع منه مش هيعمل حاجه، ولو اضيق منه هيقفل على الفلو. فلازم الانسايد دايمتر بتاعي يحكم في السيستم بتاعنا ده، يبقى هو الانسايد دايمتر بتاع البايب. يبقى انا عايز اعرف ايه عن الجاسكت دي، عايز اعرف الاوتسايد دايمتر بتاعها كام، اجيب عرضها ده كام، وعايز اعرف الثيكنس بتاعها العرض بتاعها اللي جوه اللي داخل جوه الورقه ده لحد كام. كويس، فاول حاجه في الجاسكت طيب بتاعنا ان انا بختار اصلا نوعها، لان انا لازم اختار نوع الجاسكت. فنوع الجاسكت ده بختاره حسب الاوبريتنج تمبرتشر والاوبريتنج بريشر. ازاي؟ لو بصينا كده هنلاقي ان في تيبل ظريف بيقول لك ايه انواع الجاسكتس المختلفه، كل نوع بروبرتيز بتاعته اللي هي الجاسكت فاكتور، وحاجه اسمها سيتنج بريشر هنشوف دلوقتي هو ايه، وبلاقي الوركنج تمبرتشر والوركنج بريشر. فمثلا الرابر فلات ده بيشتغل عن تمبرتشر اقل من 100 وبريشر اقل من 10 اتموسفير. الرينج ستيل ده بيشتغل عن تمبرتشر اعلى من 350 وبريشر اعلى من 20 اتموسفير، وهكذا. فحسب كل اوبريتنج رينج انت فيه بتعرف تختار الايه نوع الجاسكت. عشان كده دايما في كل المسائل بنلاقي مكتوب لنا ايه الاوبريتنج تمبرتشر بكذا، عمرنا ما استخدمناها. فهو استخدامها بالنسبه لك انك تعرف تختار نوع جاسكت مناسب عشان الاوبننجز بتاعه الجهاز ده. كويس، طيب انا بختار بناء على ايه؟ انت بتختار الاول
بتشوف لو انت عندك مثلا حاجة شغالة عند 50 درجة سلسيوس مثلا وشغالة عند 3 اتموسفير، فدي في رينج التمبرتشر اللي اقل من 100 والبريشر اللي اقل من 10، فينفع لها الرابر فلات او الرابر فلات لو اتحط لها فابريك كوتون فابريك يعني اي حاجة فيهم تمشي. ممكن تاخد حاجة فيهم مثلا رابر فلات الاول تشوف التشيكس هتظبط ولا لا، لو ما ظبطتش تغير نوعها، بس ايا كان في الاخر تقدر تختار حاجة من النوعين دول. طيب لو انا بقى ما لقيتش التمبرتشر والبريشر بتوعي مجتمعين في زون واحد، يعني هنا مثلا لو ما لقيتش حاجة عند لقيت حاجة مثلا شغالة عند بريشر اقل من 10 بس التمبرتشر اعلى من 100، فانا اللي اقل من 10 ما عنديش الا تمبرتشر اقل من 100 بس، ساعتها بنقول نمشي على مين؟ نمشي على بريشر. فانت الاول بتدور على في التيبل بتاعك ده على منطقة يسمح فيها يجتمع فيها التمبرتشر والبريشر، ما اجتمعوش تمشي على مين؟ تمشي على البريشر. يبقى انا كده طلعت من الخطوة دي ان انا اخترت نوع الجاسكت. طيب لما تختار بقى نوع الجاسكت بتروح تشوف الجاسكت فاكتور اللي هو الام والسيتنج بريشر اللي هو بريشر بالبي اس اي. ايه معنى سيتنج بريشر ده؟ لو جيت شفت جلدة الحنفية اللي عندك في البيت هتلاقي انها لازم يتقرط عليها بفورس معينة عشان لو ما اتقفلتش جامد هتسرب. فالسيتنج بريشر ببساطة هو من اسمها سيت يعني يقعد، فهو الضغط اللي محتاجاه الجاسكت دي عشان تتطبع مكانها، تثبت مكانها كده وما تجريش. والام ده فاكتور بنستعمله في الحسابات. فانا لما بختار نوع الجاسكت دي باخد من التيبل ده السيتنج بريشر والجاسكت فاكتور، عايزهم بقى في ايه؟ زي ما قلنا انا الجاسكت دي اعرف لها انسايد دايمتر اللي هو الانسايد دايمتر بتاع ايه، بتاع الاوبننج عادي، فعايز احسب لها اوتسايد دايمتر وعايز احسب لها ثيكنس. فانت عندك قانون بيقول لك ان الاوتسايد دايمتر بتاع الجاسكت هو الانسايد دايمتر بتاع الجاسكت في سكوير روت الواي اللي هو السيتنج بريشر ده ناقص الجاسكت فاكتور في البي ماكسيمم على واي ناقص ام بلس 1 في البي ماكسيمم. انا لما اخترت نوعها خدت هستعمل الواي والام دول ان انا احسب الاوتسايد دايمتر بتاع الجاسكت. جميل، حسبته. وبعدين هنقول بقى ان البي اللي هو عرض الجاسكت ده عبارة عن الاوتسايد دايمتر بتاع الجاسكت ناقص الانسايد دايمتر بتاع الجاسكت على 2. كويس، ده الويث بتاع الجاسكت او العرض بتاعها. خلي بالك ان اقل عرض للجاسكت هو 1/8 انش. فلو انت حسبت البي دي لقيتها مثلا بنص خلاص تمام، لقيتها اقل من 1/8 ساعتها لازم تاخدها 1/8، فساعتها الاوتسايد دايمتر بتاع الجاسكت اللي انت كنت حاسبه هنا ده ما بقاش مظبوط. ليه ما بقاش مظبوط؟ لان انت غيرته، ان انا في الاخر الاوتسايد دايمتر ده مش هيبقى كده، الاوتسايد دايمتر ده هيبقى الانسايد دايمتر بتاع الجاسكت اللي هو نفسه بتاع الاوبننج زائد 2 في البي في البي اكتشوال، فساعتها لازم تروح تغير الاوتسايد دايمتر اللي انت جبته. لو طلع زي ما قلنا البي اكبر من 1/8 خلاص تاخد البي زي ما هي وتكمل حساباتك عادي. يبقى انا كده عرفت اطلع من الخطوه دي بايه؟ بالاوتسايد دايمتر بتاع الايه الجاسكت دي عامل ازاي ومنه العرض طبعا او التخانه بتاعتها. طيب عرفت ده، عايز بقى اروح اشوف المسامير. انا الجاسكت دي هتمسك بمسامير عشان في فلانجه زي تاني، دي الفلانجه اللي هي الواسعه دي، دي الفلانج وهنا المسامير وهنا الجاسكت. فانا عايز اروح اشوف دلوقتي المسامير. طيب المسامير دي عشان نحسبها اول حاجه بنشوف الدي مين جاسكت اللي هو اي مين دايمتر انسايد بلس اوتسايد على 2. خلي بالك ان ده الاوتسايد الجديد لو انت غيرت تخانه الجاسكت. بتروح تحسب بقى تو لودز مهمين قوي، واحد اسمه السيلينج لود اللي هو الكيو بي داش، واحد اسمه السيتنج لود اللي هو الكيو بي دبل داش. خلينا في السيتنج، احنا قلنا ان الواي ده هو البريشر او السيتنج بريشر اللي هو الضغط اللي محتاجاه الجاسكت عشان تتطبع مكانها، فمن اسمه السيتنج لود ده هي الفورس اللي انت محتاج تعملها علشان الجاسكت دي تطبع مكانها. فدي فانكشن في ايه؟ فانكشن في المين دايمتر بتاع الجاسكت، وفانكشن في البي اللي هو عرض الجاسكت، وفانكشن في السيتنج بريشر اكيد لان هو ده اللي بيحدد لك هي محتاجه قد ايه فورس عشان تطبع مكانها. كويس، طب امال ايه بقى السيلينج لود ده؟ السيلينج لود ده من اسمه سيلينج يعني تسريب، فهو ده الضغط المعرضه للجاسكت من الفلويد اللي ماشي جوه الماسوره او ماشي جوه الجهاز لو هي مانهول عشان ما يسربش. فده هنلاقيه فانكشن في ايه؟ في المين دايمتر بتاع الجاسكت برضو فانكشن في البي، لكن لازم كمان الاقيه فانكشن في مين؟ في البي ماكسيموم وفانكشن في الجاسكت فاكتور. يبقى انا عندي لود الجاسكت معرضه له عشان تفضل مكانها، او فورس انا محتاجه ابذلها عشان الجاسكت تفضل مكانها، وفي فورس تانية
الجاز كانت معرضة لها من الفلويد اللي جواها. فانا بعمل ايه؟ بحسب الكيو بي داش واحسب الكيو بي دبل داش، وفي الاخر باخد الكبير فيهم، هو ده اللي اعرف اجيب منه عدد المسامير. انا لو استحملت واحد هتستحمل التاني على طول، عشان كده بنقول ان عدد المسامير هو الكيو بي داش او الكيو بي دبل داش، ايهما اكبر، على اف بي، حيث ان اف بي دي هي الفورس اللي بيتحملها المسمار الواحد، اللي هي عباره عن باي على 4 في دي ان، اللي هو الدايمتر بتاع المسمار ناقص الكوروجن الاونس في سيجما الاول بتاعه المسمار. طيب الدي ان ده ممكن ياخده نص انش او 1 انش او 2 انش، بما اننا هنا بنتكلم على بايبس وجاسكتس وضغوط يعني مش عاليه، مش زي ستابورت مثلا، ممكن ناخده نص انش او 1، مش لازم ناخده 2. الكوروجن الاونس ده دايما بتاع المسمار اللي هو 1/16، وسيجما الاول بتاعه المسمار اللي هي 12000 PSI. فانا هحسب الاف بي دي اللي هي الفورس اللي المسمار الواحد هيتحملها، واخد اللود الكبير في كيو بي داش او كيو بي دبل داش اقسمه على اف بي، والرقم اللي يطلع لي ده اقربه لحاجه تقبل قسمه على 4، يعني 4 8 12 16 20 وهكذا. يبقى انا كده طلعت في الخطوه دي ان انا عرفت احسب ايه عدد المسامير. جميل، حسبت عدد المسامير، اروح بقى اعمل ديزاين للفلانج. الفلانجه دي اللي هي اصلا بيركب عليها كل المسامير دي، فالفلانجه دي من ناحيه فيه مسمار ومن ناحيه فيه صاموله، وهي اللي بتربط على الايه، بتربط المسامير بحيث تقفل الفلانج في الفلانج على الجاسكت في النص. فبحسب بقى الاكتشوال لود اللي على الفلانج اللي هو الاف بي داش في عدد المسامير الحقيقي. عدد المسامير الحقيقي ليه؟ لان انا ممكن اكون مثلا حسبت المسامير من هنا 3 و5 فاخدتهم 8، فلما اخدهم 8 يبقى الرقم اللي داخل في الحسبه الجديده هو 8، او حسبتهم لقيتهم 10 فاخدتهم 12 فانا هحسب على ال 12. طيب امال ايه الاف بي داش دي؟ الاف بي داش هي باي على 4 دي ان اللي هو دايمتر المسمار سكوير في سيجما الاوبل، يعني هي نفس الاف بي العاديه بس الماينس سي اتشالت من الموضوع. طب انا ليه عملت كده؟ لان انا لما حسبت في المسامير عشان اجيب عددهم عملت ايه؟ جبت قوه المسمار في اضعف وقت هو فيه، في اضعف وقت للمسمار في اخر عمره، فشلت من تخانته من الدايمتر بتاع الكوروجن الاونس عشان اجيب عدد الايه اللي في اخر عمر الفيسل ده او في اخر عمر المسامير دي يبقى شغال، فاخدت الورست كيس سيناريو. الفلانجه بقى الورست كيس سيناريو بتاعها امتى؟ يوم ما تشتغل. انت يوم ما تشتغل المسامير دي تخينه جدا بعز ما فيها، فمحتاجه فرصه اكبر عشان تتربط، فاشتغلت على الورست كيس سيناريو اللي هي ايه بيك كوروجن الاونس عادي، فبقت سميتها اف بي داش اللي هي باي على 4 في ايه دي انسايد دي يعني انش اللي هو الدايمتر بتاع المسمار باور 2 في سيجما الاوبر المسمار. فدي الاكتشوال لود اللي موجود على الفلانج. جميل، قال لك بقى ان في حاجه، ان المسامير دي عشان تتعمل وتتخرم تخرم لها خرام وتتربط في حاجه اسمها دي اس. دي اس ده هو البولت سيركت دايمتر او الدايره المره بمركز المسامير، فدي حاجه اكبر من الاوتسايد دايمتر بتاع الجاسكت، وفي نفس الوقت او يعني اكبر من الاوتسايد دايمتر بتاع البايب، وفي نفس الوقت هي اصغر من الاوتسايد دايمتر بتاع الفلانجة. ناخدها كام دي بنفرضها؟ قال لك والله لو البريشر بتاعك اقل من 6 اتموسفير يبقى الدي اس ده هو خده الانسايد دايمتر بتاع البايب وزود عليها 4 انش. لو كنت من 6 الى 25 اتموسفير يبقى اجمع على دايمتر البايب ده ايه 7 انش، واسع على نفسك لان غالبا هتحتاج مسامير اكتر، فبالتالي تبقى عايز تعرف ايه تربطهم على مساحه واسعه شويه. يبقى الدي اس ده هو ايه؟ هو الدايره المره بمركز المسامير دي. طيب وبعدين قال لك بقى ان في حاجه اسمها اللي انا بدور عليه الاوتسايد دايمتر بتاع الفلانجه، هو عباره عن ايه؟ عباره عن الدي اس ده مجموع عليه 2 الاي. الاي دي تالت ايه ناخدها في المنهج. احنا قلنا في اي ويلدنج افشنسي بوينت 8 او 1، قلنا في اي داش اللي هي ويلدنج افشنسي 30 في 10 اس 6. هنا بقى في اي تالته اللي احنا بنسميها الايدج ديستنس. ايه الايدج ديستنس دي؟ هي المسافة من سنتر المسمار لحد دي الإيه اهي، المسافة من سنتر المسمار لحد آخر الفلانج عامل ازاي. فأنا عشان كده بقول ايه ان الأوتسايد دايمتر بتاع الفلانج هو الدي اس اللي هو الدايرة السنتر بتاع المسامير اللي هو اللي واخد من سنتر المسمار لسنتر المسمار، مجموع عليه ايدج فوق وايدج تحت. طب الايدج ده بقى اخده بكام؟ قالك الادج ده تاخده حسب دايمتر المسمار. لو المسمار دايمتر بتاعه نص انش يبقى الادج بتاعه 5/8، لو انا خدت دايمتر المسمار بانش يبقى الادج بتاعه 17/16، لو الدايمتر بتاع المسمار 2 انش يبقى الادج بتاعه 2 انش برضه. فبيزد على فرضك للدايمتر المسامير اللي احنا فرضناها واحنا بنجيب عددهم هو ده هتاخد لها الادج ديستنس. يبقى لحد كده انا ما عنديش مشكله، انا حسبت الفورس الحقيقيه اللي واقعه على الفلانجه
فرضت الدي اس حسب البريشر، حسبت الاوتسايد دايمتر بتاع الفلانش بيزد على الدي اس وبيزد على الايدج ديستنس اللي جبتها من ايه، من فردة المسمار. طب انا بدور على ايه دلوقتي؟ لسه ناقص لي احسب الثيكنس بتاع الفلانجه. طيب قال لك ثيكنس الفلانجه ده عباره عن ايه؟ اكبر من كيو بي اف اللي احنا حسبناها في ال في 6 على باي في دي اف في سيجما الاول. طيب لا اعرف ال ال ولا اعرف الدي اف. قال لك الدي اف دي هي دي انسايد فلانج بلس 2 اتش داش. طب دي انسايد فلانج عارفينها، اتش داش دي ما نعرفهاش. وقال لك ال ال دي عباره عن الدي اس ناقص دي انسايد فلانج بلس 2 اتش داش على 2. ايه بقى الطلاسم دي؟ بمنتهى البساطه هنحتاج بقى نبص على الرسمه اللي فوق دي. انا عندي ال اتش داش، لو انا ببص على البايب دي، البايب بتاعتنا اهي كويس، والجزء اللي هو انكلايند ومكمل عدل دي فلانجه، فدي كده فلانجه مربوطه في كفر وبينهم جاسكت. جميل. فالجاسكت اهو الانسايد دايمتر بتاعها هو بتاع الاوبننج، والاوتسايد دايمتر بتاعها اهو، وعرضها هو البي. انا دلوقتي في الفلانج وجبت عدد المسامير خلاص، انا في الفلانج. الفلانج دي فيها جزئين، فيها جزء اللي هو الاتش داش اللي هو المكان اللي بيتساب للحام عشان الفلانجه دي تتلحم في البايب، فده الجزء او الميل اللي بياخده اللحام. وبعدين في الال اللي هي المسافه من اخر اللحام لحد سنتر المسمار، وبعدين في المسافه من سنتر المسمار لحد الاخر اللي احنا سميناها الادج كويس. فالادج ده انا عرفت خلاص اجيبه فانكشن في ايه، في دايمتر المسمار، فده ما عنديش فيه مشكله. لسه عايز اعرف الال ده بكام، وعايز اعرف الاتش داش دي بكام. دي الحاجه اللي انا بدور عليها. فالاتش داش ده خلينا ناخدها من تحت لفوق. الاتش داش ده بنجيبه منين؟ بنجيبه من قانون، بنقول ان احنا بنفرض الاتش داش ده احنا ما نعرفوش خلاص، فاحنا بنفرضه وبعدين بنحسب الاتش داش الاكتشوال. فالاكتشوال دي فانكشن في الكيو بي اف ماشي، وفانكشن في الدي اس اللي احنا فرضينه ماشي، وفانكشن في الانسايد دايمتر بتاع الفلانجه اللي هو نفسه بتاع الاوبننج ماشي، وفانكشن في الاتش داش الاسيومد. انت فرضت اتش داش اهو، فرضت انا مثلا فرضت ان الحمض محتاج 1 انش خلاص، وهنا دي انسايد فلانجه خلاص ما فيهاش مشكله، واتش داش اسيومد برده، وسيجما الاوبر عندي. فانا هفرض مثلا الاتش داش دي بواحد انش، وبعدين اجي احط في القانون ده. لو طلعت انا مثلا فارض واحد وطلع الاكتشوال ده 0.9، معناها ايه؟ معناها ان اللحام ده عشان يتعمل محتاج مسافه كده 0.9، وانا سبت له واحد، يبقى انا كده في السيف سايد، انا فارض حاجه وانا مدي لنفسي براح. لكن لو انا فرضت واحد ولما حسبت مثلا طلع واحد ونص، يبقى معناها ايه؟ معناها ان اللحام ده انا هسيب له انش واحد، لكن هو عايز واحد ونص، يبقى كده ما ينفعش. فلازم تفضل تفرض لحد ما الاتش داش الاكتشوال تطلع اقل من الايه، من الاسيوم. افرض واحد واحسب يطلع 0.9 ماشي، افرض اتنين ويطلع لي واحد ونص ماشي، انا بمشيها واحد ونص يعني، مثلا واحد واحد ونص اتنين وهكذا. طيب انا كده عرفت احسب. طب انا بحسب بكمل حساباتي مين؟ بكمل حساباتي باللي انا فرضتها، يعني انا فرضت واحد وطلع 0.9، هكمل الحسبه بالواحد. جميل. يبقى انا كده عرفت احسب اول مسافه، دي المسافه اللي احنا سايبينها علشان ايه؟ علشان اللحام. فاضل بقى ال اللي هي من اخر اللحام لحد سنتر المسمار، دي بنجيبها ازاي؟ دي عباره عن الدي اس اللي هو الدايمتر بتاع الدايره المره بمركز المسامير ده، اللي هو من هنا لهنا لو بصينا، يعني اللي هي المسافه دي دي اس ده. وبعدين الدي اس ده متشال منه ايه؟ متشال منه الانسايد دايمتر بتاع الفلانجه اللي هو ده، اللي هو نفسه بتاع البايب، ومتشال منه مجموع عليه الاتنين اتش داش، يعني متشال منه المسافة دي كده اللي احنا سميناها على بعضها دي اف، اللي هي الانسايد دايمتر بتاع الفلانشة، واخدة معاها اللحام اللي فوق واللحام اللي تحت كويس، مقسومة على اتنين، لان انا عندي ال يمين وعندي ال شمال. فدي كده دايرة المسامير اللي هي الدي اس، واخدة من هنا لهنا. يبقى عبارة عن ايه؟ الدي اس دي هيتشال منها الانسايد دايمتر بتاع الفلانشة مجموع عليها اتنين اتش داش، ومقسومة على اتنين عشان واحدة فوق وواحدة تحت. يبقى انا كده مشيت من تحت لفوق، جبت ال اتش داش، وبعدين حسبت ال ال، ورحت حاسب ال دي اف بقى ده اللي هو داخل في حسابات تخانه الفلانج، اللي هو الانسايد دايمتر بتاع الفلانج مجموع عليها الاتنين اتش داش، حسبته خلاص بعد ما خلصت التشيكس بتاعتي. يبقى ثيكنس الفلانج عباره عن ايه؟ الكيو بي اف في ال ال اللي انت لسه جايبها في 6 على باي في الدي اف اللي انت لسه جايبها في سيجما الاول بلس سي، تعرف تحسب التخانه بتاعت ايه؟ الفلانج. يبقى انا من الخطوه دي طلعت حاسب ايه؟ الاوتسايد دايمتر بتاع الفلانج بكام، والثيكنس بتاع الفلانج بكام. الاربع حاجات دول اللي احنا قلنا عليهم اللي هم البايب والجاسكت والبولتس والفلانج، اي ماسوره اي ماسوره ايا كان نوعها لازم هتعملها. طيب
ايه بقى التاني؟ الفلات كفر. الفلات كفر ده احنا بنعمله في حالة المان هول بس، لان المان هول زي ما قلنا لازم تبقى مقفولة بغطا طول ما الجهاز شغال. فثيكنس الفلات كفر ده عبارة عن الدي اس اللي هو دايمتر الدائرة المر بمركز المسامير في سكوير روت 0.162 في بي ديزاين 1.1 بي ماكسيموم على سيجما الابل بلس تي. وبرده الارقام دي كلها بتطلع رقم بالانش وما بنقربهاش. الرينفورسمنت رينج دي زي ما قلنا برضو لاي اوبننج اكبر من 2 انش، فطبعا لو انت عندك مان هول لازم تبقى تعمل لها رينفورسمنت رينج. لو بايب عاديه لازم تبص على الدايمتر هل محتاجه ولا لا. طيب انا عايز اعرف ايه في الرينفورسمنت رينج دي، عايز اعرف العرض بتاعها كام، كويس؟ فانا عندي القانون هنا في تي 1 وتي 2 وتي 3. تي 1 ده الشيل ثيكنس، فده طبعا عندك من اول المساله انت اوريدي ده قبل ما نتكلم في حاجه معاك. تي 2 ده الاوبننج ثيكنس اللي هو البايب ثيكنس اللي احنا حسبناه في اول حاجه خالص، فتي 2 دي برضو معاك. تي 3 ده تخانه الرينج، دايما بناخد الرينج ان تخانتها 1 انش على طول، فتي 3 اهي برضو معاك. فاضل لك ايه بقى؟ دي بي ده هو الاوتسايد دايمتر بتاع الرينج ده اللي احنا بندور عليه ما نعرفوش. والدي اوتسايد نيك طبعا انتوا اساتذه عارفين ان الاوتسايد دايمتر بتاع اي حاجه هو الانسايد دايمتر بتاع النيك او بتاع البايب مجموع عليه ايه؟ 2 في تخانة النك اللي احنا هنا سميناها ايه؟ تيتو. يبقى دي حاجة كل حاجة بالنسبة لك معروفة، القانون الوحيد هنا هو مين؟ هو الدي بي. كل الكلام ده كان لو الفاسل under internal pressure. طيب لو الفاسل دي بقت under external pressure ايه اللي هيتغير؟ اول حاجة هتتغير ان قانون الثيكنس بتاع الopening بدل ما كان بيتحسب بقانون الانترنال هيتحسب بقانون الاكسترنال اللي هو برضو بي سي كالكوليتد، عباره عن كي اف اي داش في ثيكنس النك على دي انسايد نك كيوب. فبرضو نفس طريقه التيشيرت بالظبط، هاسيوم الثيكنس واخش على التشارت اجيب الكي. طب عشان اجيب الكي لازم اكون عندي طول النك، فطول النك ده لو جيفن استعمله، لو مش جيفن بناخده من 50 الى 70 سنتي وتكمل قصتك عادي جدا، ده اللي هيفرق في النك. طيب الجاسكت، الجاسكت ممكن تاخدها نفس الماتيريال في انستراكشن اوف شيل او لا مش هتفرق، بس المهم ان انت في القانون بتاع الدي او جي او دي اوتسايد جاسكت بتستعمل بي اكتشوال بدل البي ماكسيموم. طيب في المسامير عندما هي اندر اكسترنال بريشر يبقى انت مش خايف من الضغط اللي جوه الفاسل، فبتحسب الكيو بي دبل داش بس ما بتحسبش كيو بي داش، واللي هو بتاع السيتنج بريشر او السيتنج لود. ودايمتر المسمار خده دايما نص انش، مش هتحتاج حاجه اكبر من كده. فالاوتسايد في الفلانش لما كنا بناخد الدايره المره بمركز المسامير اللي هو الدي اس دي، خدها دايما بلس 4 على طول، مفيش بقى بلس 0 ولا حاجه، الضغوط مش عاليه. وفي الحسبه بتاعه الفلات كفر برضو حط البي اكتشوال مكان ايه؟ بي ماكسيمم، وخلاص على كده. فهي نفس الخطوات بالظبط مع فروقات بسيطه قوي لو بنتكلم على اكسترنال بريشر مش على انترنال بريشر. تعالوا نبص على اكزامبل. An absorption tower uses water to absorb ammonia from ammonia air mixture عند 30 درجة بعد temperature مهمة 1.3 atmosphere gauge. The diameter, its diameter is 1.5 meter. طبعا ده دي inside shell. And the total height of shell is 3.7 meter. فطبعا ده كده length بتاع الشل. طبعا ده short vessel من حسن حظك. Water enters the tower from the top through a pipe of 1.75 inch diameter. While gas enter from the bottom through another pipe of 6 inch diameter. يبقى انت عندك كده water pipe 1.75 وعندك gas pipe 6 inch. The absorber has a dish head and is made of carbon steel sigma level 15000 psi. Calculate thickness of shell at top and bottom. طبعا دي جملة بتتقال عشان لو غيرت thickness، بس احنا هنا ده short vessel اصلا فما عندناش checks، فهتحسب تخانة الشل عادي. Thickness of head تحسب عادي. thickness of pipes اللي هو التخانة بتاعة القانون بتاع الديزاين بتاع النك. dimensions بتاعة الفلانجات والنمبر اوف بولز او ملء، وزود عليه كمان ان perform a complete design of a of a manhole. فدي مسألة سهلة مفيهاش اي حاجة، هي مجرد مسألة تدريبية، والفاينل انسرز بتاعتها انا هنزلها لكم كلها. نفس الخطوات بقى، اروح امسك كل ماسورة واشوف التخانات بتاعتها عاملة ازاي. انا بس في تعليق واحد عايزة اقوله لكم، ان هنا الدي اس كان المفروض الحسابات تطلعها 5.75، فانا للتسهيل خدتها 6، بس مش شرط انك تعمل كده عشان بس نكمل بيه بقية الارقام. فانتوا بقى حلوا لوحدكم، وانا هنزل لكم الفاينل انسرز بتاعه الشيت بحيث ان انتوا تجربوا نفسكم الاول كده وتشوفوا ايه الدنيا ماشيه ازاي. ولو في اي مشاكل يعني احب ان انا اسمعها منكم على طول ان شاء الله. ربنا معاكم.